عبارات الإخوان. أنتم الإخوان كاينين ثلاثة ديال العبارات، يعني أنا هادو أي واحد كيدير لك نفس السيستم. درك أنا غادي نعلمكم كيفاش أنك غادي تهزوا العبارة. مثلا قلت لكم هذا غادي نحسبوا له 50,000 لمات، يعني 500 درهم. هنا 60,000 فرنك لمات، هنا نديروا له 70,000 لمات. أنايا هذا هو اللي كنحسب لكم 70,000 لمات، كاين ديال 60,000 لمات، كاين ديال 50,000 لمات. نمشيو نجمعوا لك الحساب ديال 50,000 لمات، نديروا العبار الساهل 400 300 منا العاد. الا حسبت لك انا 50,000 لمات، وغادي نعطيكم نصائح من بعد. الا حسبت لك 50,000 لمات وشنو غادي ندير؟ غادي نقول لك هنا 300 ومن 300 يعني شحال 600 ونزيد لها 400 يعني 10 متر. وهنايا هاد 73 وهاد 73 حسبها لك ميتونس، يعني شحال عندي؟ يعني عندي 11 ميتونس. هنا غادي نقول لك عندي 11 اونس، يعني 11 ميتونس، ونحسب لك 50,000. فهمتوا؟ وغادي نعطيكم لي ديتاي ديال هادو باش ما تقولوش راه ما راهش يحسبوا. نمشيو لهذا، هذا غادي نحسب لك ب 60,000، ولكن كاين ندير لك الحساب. غادي نقول لك عندك 300 300 6 و 4، نقول لك عندك 10 مات. ها هي 10 مات بهذه الطريقه ديال العبار. هنايا غنحسب لك ب 70,000 مات. كي غادي ندير لك هنايا، غادي نقول لك اخويا هنايا عندك جوج مات، لان كنقلع المات ديال الفرماجه. هنا عندك جوج مات، هنا كنصفي معاك، هنا كنصفي، هنا جوج مات، هنا جوج مات، وهنا كتبقى اي جوج مات، يعني نقلع المات والمات تبقى جوج مات، يعني جوج 4 6. هنا كنحسب لك 6 متر. ودرك غادي نجمعوهم هادو وعادو نمشيو للفرماجات ونمشيو للتكاك. انت الاخوان هنا كتشوفوا الاخوان، هنا ضربنا 500 درهم ضربناها في 11 متونس ديال المتراج، عطاتنا 5750 درهم، يعني احنا كنقولوا لها 575,000. هنايا ضربنا 600 درهم في 10 عطاتنا 6000 درهم. هنايا ضربنا 70,000، شوف هذا انت 50,000، هذا 60,000، هذا 70,000. هنا ضربنا 700 درهم ضربناها في 6 عطاتنا 4200 درهم. يعني هنا شكون اللي كيبان؟ هنا كيبان هذا ارخص، ولكن هنا كاين اللي يقول لك هنا راك محسوب الفرماجه، هنا ما فيهش. دروك غادي نمشيو نحسبوا الفرماجات، غادي نعطيوهم الاثمنه. بحال مثلا هذا غادي يقول لك اخويا انا نحسب لك الفرماجه، يقول لك 80,000، ولا حسب لك 50,000 لمات. غادي يقول لك انا نحسبها لك هذه كاع، يقول لك 80,000. غادي بحال اللي كيما نقولوا يبين لك الرخفه فيها. ها هي 80 و80 160، نديروا 160 160، نديروا هنايا هذا غادي يحسب لك 100,000، هذا غادي يحسب لك 100,000 هذه وهذه، يعني 200,000. نزيدوا هنا 200,000، فهمتوا؟ يعني غادي يقول لك انا راني هذا راني ديجا حسبته لك، يقول لك انا درك غادي نحسب لك ايه هذا السنابق هذا، فهمتوا؟ انايا هنايا غادي نقول لك اخويا انا كنحسبك، غادي نجيك بالمعقول، غادي نقول لك اخويا انايا كنحسب لك هذه والسداري ديالها ب 1800، يعني 360، عندي لك 360. دروك غادي نجمعوها، فهمتوا الاخوان؟ دروك غادي نجمعوها كامله ونبين الاخوان. ها انتم كما كتشوفوا النتيجه اللي حصلنا عليها. هنا ما دخلناش التكاكي. علاش ما دخلناش التكاكي؟ لان التكاكي تقريبا كلهم عندهم نفس الثمن، لا السواق الا كي سميتو كل شيء، ولا ذلك شي حاجه ناقصه. اما بحال مثلا هذاك الكاليتي اللي راكم تشوفوا فيه الهيك، ما كانش اللي يهودلك على 1300 درهم، كانت بالفوق ولا بالتحت، المهم مصبوغه مريقله 1300 درهم، لا نقاش فيه، فهمتوا الاخوان؟ والطابلة سوندري ما كاينش النقاش فيهم، هادوك عندهم ثمن واحد، يكذب عليك الكذاب. ها انتم المجموع ديال هذا اللي حسبت لك 50,000 لمات شحال؟ عطاك 7350 درهم، حسبته لك ب 50,000 لمات ب 7350 درهم، فهمتوا الاخوان؟ هنايا هنا هذا نتاع 60,000 لمات، شحال حسبناه؟ شحال جاك الثمن؟ 8,000 درهم ب 60,000 لمات. هنا حسبت لك 70,000 لمات اللي العبار ديالي، هذا هو العبار ديالي اللي كنديرو انا. شحال تحسب لك؟ حسبت لك 7800 درهم، يعني شكون اللي هنايا غالي فيهم كاع هو هذا. وشكون اللي شويه دافي عليه؟ كاين هذا اللي دافي عليه، ها هو. هذا اللي دافي عليه شويه، وكاين هذا التالي، يعني هنايا تحسب لك 500 درهم. يعني وراه حسبنا لك الفرماجه كي سميتو. هنا السلبي، دوك شكون اللي رخيص؟ هو هذا. فهمتوا الاخوان؟ ولكن السلبيات ديال هذا، وشنو هو السلبيات ديال هذا؟ وشنو هو السلبيات ديال هذا؟ هذا نهار غادي تجي تحاسب معاه، غادي تقول له اخويا علاش درت لي هذا البلانش، درتها لي رقيقه، على هاد علاش هاد الوجه رقيق، علاش هاد التكايه دايره هكذا، واش غادي يقول لك؟ اخويا لا يهديك، هذاك الصالون اللي كتبين لي نتاع 700 درهم، انا راني خادمه لك ب 500 درهم، انا راني خاسر معاك. شحال خسر معاك؟ شوف شحال؟ 45,000، 450 درهم اللي نقصها لك، وغادي يبقى يدير معاك دوك الزكاة. فهمتوا الاخوان؟ انا نستعرف بهذا، هذا اللي كيدير هاد العبار،
نستعرف به يحسب لك 50,000 المتر ويدير لك هذه الطريقه ديال هذا العرض. يعني 50,000 المتر اخويا عندي هنا 2 متر، هنا هنايا 2 متر، هنا 2 متر، عندي 60,000 المتر. شتي الا دار لك هذه الطريقه ديال هذا العرض ويحسب لك 50,000، روح تخدم عنده ويدير لك بلا فينيسيو ديال هذا، روح تخدم عند هذا، لان هذا الا دار لك هذه الطريقه غادي يولي لك هذا رخيص، غادي يهود لك حتى 500 هذا. فهمت الاخوان؟ عاوتاني كهذا كذلك، دائما يقول لك انا ما تشوفليش في الفينيسيو ديال 70,000، انا شوف لي ديال هذا. يعني انا فيا الاخوان، انا كنتكلف الناس وكنوقف مع الناس، انا راه فيا من نشد هذا الميتراج، هذا نشد نقول لك انا هات الثمن ونعطيك ونبدي ايه نقبض لك في السباق، نقول لك اخويا هذيك هي الخدمه ديال السوق. اليوم الخدمه ديال السوق راهم يديروا 45,000 50,000، ولكن شوف انا كنجيك من التالي اخويا، انا عندي العبار الميتراج السداري فيه 2 متر، حسبت لك 70,000 المتر اخويا، نصفي معاك ما نديك ما نديري ما نلعب معاك زكاير ما والو. فهمت اخوان الاخوان؟ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا ودرت لكم هذه الحلقه اي باش تفهموا بنادم كي كيدير يجمع الحساب ديال الصالون باش غادي تفهموا. فهمتوا الاخوان؟ حنا هذه هي الطريقه ديالنا الاخوان، هذه هي الطريقه ديالنا ديال الخدمه، وهادو هما الطرق. وكاينين هادوك الناس ديال السواقي وكذا اللي كيخدموا السوق كيبيع لك بجوج متر، راهم موجودين هنا في مدينه بركان، لان هنايا كل واحد وكي كيدير الخدمه ديالو وكل واحد كي كيطلع الثمن ديالو. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى لكم تكونوا ما دخلتوش وتكونوا فهمتوا معنا في الحساب. يلا السلام عليكم.